السلام عليكم ورحمة الله مستمعي قناة شو تي في. احنا كنتوجهوا الان في اهل الغلاب، كتشوفوا الحالة الكارثية، الزبال المتراكمة في كل مكان، مع هذا الارتفاع درجة الحرارة وهذا الروينة، الزبال هناك كاينة. الزبال هنا الريحه ما تقدرش توقف، انا بعيد عليها، انا ما نقدرش توقف هذه الريحه الكريهيه، الريحه مصيبه، هذه الريحه الكريهه. هنا هي بعض المسؤولين اللي وصلت لي، ما عرفتش كيفاش تسوق لي زوج كذا في الشنطه. هذا الزبل حتى الناس مابقاوش كيقدروا يحلوا السراجم ديالهم، السراجم ولا مسدودين، الناس خايفين. بس الريحه كتدخل، شم الريحه. سير مني. حتى الناس السكان ما كيعاونوش، كيجي هنا كيطيلوح يلوح الزبل، يلوح فهمتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقولش شي حاجة. حالة كارثية. الناس مابقاوش كيقدروا يحلوا السراجم ديالهم. هاد الريحة، هاد الروينة، هاد الريحة اللي كاينة. منهم الناس اللي حلوا. المسؤولين يتحركوا. الحرارة دابا الحال سخون. الزبل مابقاش يبقى في هاد الحاوية. خاص يتحط يتحيد، الكاميرات خاص يبقى يدورو ديما، هذا كيبقى يتزمع، كيبقى يطلق هذيك الكلمة ديالو، كيبقى يطلق الخنز، الروينة، كيولي الناموس، كتولي عرفتي المرض، كيولي كلشي مريض، كلشي مكروه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أنا هنا حدا المحلة التجارية، لكن المحلة التجارية المحلة ديال المأكولات، غادي تاكل وتهرب هذا الخنز حداك، فهمتي. هاد الحالة هادي كيما كتشوفو معايا متابعي قناة شو تي في، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنصحك بلي بغا تلوح دابا الزبل مبقاش مفلوحو، الدوار كلشي عامر، لي غادير ما كلشي عامر.